ازيكم يا جماعة واهلا بيكم في فيديو جديد من كورس ال CCNA بالعربي بالترتيب. قبل بس ما ندخل في الموضوع بتاع النهاردة كنت عايزة اوضح لكم حاجة. انا كنت ماشية بالكورس بالتفصيل وبالترتيب، والمفروض ان احنا كنا بنبقى بشرحين دلوقتي في الراوتينج وكده، بس عشان احنا عايزين ننجز ان شاء الله قبل 24/2 بالنسبة للناس اللي هي بتذاكر معايا وناويين ان شاء الله يدخلوا الامتحان الدولي قبل يوم 24/2 عشان ياخدوا الشهادة اللي هي من دلوقتي، فانا ما كملتش. يعني في حاجات كنت شرحتها قبل كده في ببساطة فما شرحتهاش تاني في بالعربي، فتقدروا ترجعوا لها ان شاء الله في الايه في البلاي ليست بتاعت ببساطة زي الاي اي جي ار بي والريب وحاجات هتيجي لسه. فعشان كده انا شرحت المره اللي فاتت الاو اس بي اف، مع ان انا كنت شرحته قبل كده برضو، بس انا شرحته بتفصيل اكتر في الفيديو اللي فات. وفي الفيديو ده انا هدخل على طول ان شاء الله في الوان كونكشن والفرق بينها وبين اللان كونكشن. اما بالنسبه للاي اي جي ار بي والريب فتقدروا تذاكروهم من الليسته بتاعت ببساطه، هتلاقوا فيديو لده وفيديو لده، وهتلاقوا فيديوهات تانية عن الراوتينج برضو باذن الله. زي ما قلت لكم الهدف ان احنا عايزين ننجز في الكورس ده عشان اللي يقدر عايز يمتحن يقدر يمتحن، عشان بعد كده باذن الله هبتدي اسجل لكم المنهج الجديد برضو بالترتيب ويبقى معانا وقتنا بقى براحتنا. ندخل بقى في الجزء بتاع النهارده ان شاء الله. قبل ما ندخل في الوان كونكشن عايزين نفهم ايه هو الفرق الاساسي بين اللان والوان عشان ما نتلخبطش ويبقاش الموضوع بالنسبه لنا فيه لبس او مشاكل. دلوقتي يا جماعه لو رجعنا للاو اس اي موديل ورجعنا بسرعة كده ايه اللي بيحصل في كل لاير، فكنا بنقول ان المفروض الابليكيشن لاير بيختار انا رايح اعمل ايه، البرزنتيشن لاير بيعمل الانكودينج، سيشن لاير بتحافظ لي على السيشن، الترانسبورت بيحدد لي نوعية التعامل، وبيبتدي من النتورك لاير يبتدي يضيف الاي بي هات ويعمل عملية الراوتينج، وفي الداتا لينك لاير المفروض ان هو كان بيبتدي كنا بنقول بقى ساعتها بيضيف الماك ادرس وبيبتدي يعمل الايثرنت ميثود تشتغل في المنطقة دي، والفيزيكال لاير دي للمفروض فيها الميديا والسيجنال. خلوا بالكوا بقى بالنسبة للميديا وبالنسبة للفريم هو ده الفرق الاساسي بين اللان والوان، يعني كل اللايرز اللي فاتت دي من اولها لاخرها هي هي سواء تشتغل في لان في وان في وايرلس في اي نوع من انواع الشبكات، كده كده لازم هيكون في اي بيز وفي راوتينج وفي راوتينج بروتوكولز والشغل تقريبا هو هو. انما اللي هيختلف معاك هو الميديا اللي هو نوعية الكابلات اللي انت بتستخدمها ونوعية البورتات اللي انت بتستخدمها والاشارة اللي هتتنقل وطريقة نقل الداتا، واللي هيختلف كمان مع كده بما انك اخترت ميديا جديدة فهيبقى شكل الفريم نفسه هيتغير، لان بناء على التي سي بي اوفر اي بي موديل هو دمج الاتنين لاير دول. يعني احنا لو رجعنا كده بكام سلايد لفوق شوية هتلاقوا انه في عندي حاجة اسمها تي سي بي اوفر اي بي موديل مسميه للداتا لينك لاير والفيزيكال لاير الاتنين حاجة اسمها نتورك انترفيس لاير، والاتنين بيتغيروا مع بعض. فعشان نبقى فاهمين ايه اللي هيتغير، اللي هيتغير معانا بس هو الداتا لينك لاير والفيزيكال لاير بس، واحنا شغالين كده كده بعمل حسابي في الاي بيز، بعمل حسابي في الراوتينج، بعمل حسابي في الابليكيشنز في البروتوكولز، كل اللايرز اللي فاتت مش هتختلف معايا تقريبا. فبس نبقى فاهمين الجزئية دي. معظم الشرح بتاعنا والكورس بتاعنا بيتكلم في جوه اللان كونكشن، يعني بنبقى التوصيلات بتاعتنا ايثرنت فالتعامل بتاعنا بيكون بالماك ادرس. بس لو انت قررت تتعامل بوان كونكشن اللي هي وايد اريا نتورك اللي هي بنقول المسافة بتاعتي اكبر من 10 كيلومتر، او اللي هي ان انا عايز اربط فروع ببعضيها والفروع دي بعيدة عن بعضيها كمسافة ومش هقدر انا امد بينهم كابلات، ففي الحالة دي بتبقى الكونكشن بتاعتي ولا هي ايثرنت ولا بستخدم ماك ادرس ولا التعامل بيكون زي ما احنا عارفين او واخدين خالص، ولا الكابلات بتبقى يو تي بي ولا التوصيل مباشر ولا كلام من ده نهائي. فعلشان كده عايزين نفهم هي ايه توصيلة الوان كونكشن وايه توصيلة يعني ايه داتا لينك لاير، يعني ايه العناوين المستخدمة في الداتا لينك لاير، وازاي اختار التكنولوجي المستخدمة في الوان كونكشنز. تعالوا كده نشوف ايه، نفتح الشرح بتاع الوان ونبتدي كده نعرف ايه اللي احنا محتاجين نعرفه في الوان. اولا زي ما قلت لكم هي الوان وايد اريا نتورك هي على مسافة كبيرة، وممكن استخدمها زي ما قلنا في ربط فروع، يعني انا عندي لان واحد شبكة واحدة كبيرة لان في حدود 10 كيلومتر، وعندي شبكة تانية برضو لان كونكشن في حدود 10 كيلومتر، وانا عايز اربط ما بينهم بوان كونكشن.
التوصيلة يا جماعة اللي من R1 لR2 في المنطقة دي بتكون أولا physically serial connection. خلوني أدور لكم كده على بس صورة راوتر عشان عايزة أوريكم حاجة. لحظات وراجع لكم. أهو أهو، بصوا كده يا جماعة، شايفين الراوتر ده؟ شايفين التوصيلة دي ايثرنت، دي لان، فالبورت ده ليه ماك ادرس، والشغل هنا ايثرنت بكل شغل الايثرنت والسيزما سي دي والكلام اللي كنا شرحناه قبل كده. اما الوان كونكشن بتبقى عن طريق السيريال ده، واخدين بالنا كده من المنظر ده؟ فدي سيريال انترفيس او سيريال بورت، هو ده اللي بستخدمه في توصيل الوان كونكشنز. اشكال السيريال كتير جدا، ده واحد منهم، لدرجه ان في حاجه اسمها انتجريتد سيريال اللي هو بيدخل له خط التليفون على طول، لان المفروض السيريال او الوان بيستخدم زي ما انتم شايفين ان انا اربط فروع ببعضها، فالفكرة ان المسافة دي كبيرة جدا، مش هقدر اصلا امد كابل، يعني المرسوم ده مش كابل، دي كونكشن ممكن تكون بيني وبينه كيلوات كتير جدا وشركات كتير جدا. فبيبقى المفروض انا جاي لي خط التليفون وجاي لي خط التليفون ومحتاج ادخله على الراوتر. فعندي اوبشنز بقى كتير في الموضوع ده. لما بيجي لي خط التليفون المفروض ادخله على الراوتر، اهو المنظر زي ما انتم شايفين، تالكو دي اللي هي شركة التليفونات. النظرية ان شركة التليفونات دي بتبقى كونكتد بالشركة اللي بتديني خدمة الانترنت، والمفروض ان انا اخد الشركة الخدمة من الشركة مباشرة. بس بما ان تالكو دي او شركة التليفونات دي سنترال، يعني بتبقى شركة موجودة وليها انفراستراكشر، فانا والشركة بنستغل الانفراستراكشر ده او البنية التحتية دي، بدل ما نبقى في كونكشن بيننا مكلفة جدا والشركة تبتدي تعمل، كل شركة تعمل الانفراستراكشر بتاعتها، فهي بتستغل بتاعت شركة التليفونات الموجودة في البلد دي. فاللي بيحصل دلوقتي ان خط التليفون اللي هيجيلي ده المفروض كنت خدته على الراوتر على طول، فزي ما انتوا شفتوا كده ان الراوتر مفهوش مكان لخط التليفون مباشرة. ففي عندي جهاز اسمه CSU، هو ده اللي انا بدخل عليه خط التليفون، وبين CSU والراوتر بيبقى كابل السيريال القصير. عشان كده حتى في الكلام مكتوب ان السيريال كيبلز دي شورت كيبلز، انما هنا دي لونج كيبلز او اللي هي الكابلات بتاعه الايه التليفون. انا بحاول اقول لكم الموضوع باختصار وببساطه عشان تفهموه، فلما ندخل على الشرح الاساسي تبقوا فاهمينه، بس مش محتاجين ندخل فيه بفظاعه يعني. تمام. فدلوقتي الايه التليفون، خط التليفون ده يبقى ممكن اخده على السي اس يو وبعدين على الراوتر، او في عندي يا جماعه بورت اسمه انتجريتد سيريال، او موديول اسمه انتجريتد سيريال. الانتجريتد سيريال ده فكرته ان انا بدخله خط التليفون على طول، وبيبقى شبيه جدا في الحالة دي الراوتر بتاعك بالاي دي اس ال مودم اللي عندك في البيت، لانه الاي دي اس ال مودم بيدخله خط التليفون مباشرة وبيديك خدمة الانترنت مباشرة، مفيش بورت سيريال. ففي الحالة دي بنقول على المنظر ده انتجريتد سيريال، لانه عبارة عن سيريال بورت بلس السي اس يو دي اس يو، الجهاز اللي في النص الوسيط. CSU DSU ده يا جماعة ليه شغلانتين مهمين جدا. الشغلانة الأولانية الواضحة ان هو زي ما انتوا شايفين عبارة عن كونفرتر، بندخله خط التليفون وناخد منه خط السيريال اللي هو مناسب للراوتر. الشغلانة التانية ان CSU ده بيقوم بدور حاجة اسمها الكلوكينج، ان هو ايه بيظبط الإشارة بين الترانسميت والريسيف، لان انا هنا قاعد في مكان بعيد جدا عن شركة التليفونات، بعيد جدا عن الفرع التاني اللي انا عايز ارتبط بيه. فاللي هيحصل دلوقتي انه بيبقى السي اس يو ده بيجيله الاشارات من شركة التليفونات، وهو بيبتدي يظبط الاشارات دي عشان تقدر تدخل لي واقدر افهمها من غير ما يحصل دروب. فبيبتدي يبعت لي حاجة اسمها الكلوك، اشارة كده ثابتة عشان ابقى عارف انا امتى بستقبل وامتى بنتظر ما بستقبلش حاجة، امتى برسل امتى مرسلش حاجة. يعني السي اس يو ده بيبتدي يظبط لي الكلوكينج او التوقيت بتاع الارسال والاستقبال في الاشارات بتاعتي. فعلشان كده ده الايه، دي الشغلانة التانية للسي اس يو دي اس يو. السي اس يو دي اس يو يا جماعة اختصار لتشانل سيرفيس يونت داتا سيرفيس يونت. تمام. لحظات بس وهرجع لكم. تمام معايا يا جماعه؟ فكده كنا بنقول ان السي دي اس يو ده بيبقى عباره عن الكلوكينج، ده اللي بيعمل الفانكشن دي، وهو كمان اللي بيربط لي السيريال كيبل بالايه بالخط التليفون اللي جاي لي من بره. خلي بالنا برضو من حاجه، ان في مصطلح كده اسمه كاستمر بريمس ايكويبمنت، اللي هو ايه
اللي هي المنطقة بتاعتي او المنطقة بتاعت العميل، فاهمين الفكرة؟ يعني لو رجعنا كده للرسمة اللي فاتت، الراوتر ده بتاعي، السي اس يو ده ممكن يكون بتاعي، ممكن يكون بتاع الشركة على حسب مكانه. فبنقول على السي اس يو ده ايه، هو في منطقتي بس هو مش بتاعي، يعني انا مش المفروض اغير في الكونفيجريشن بتاعه، او هو اللي بيستخدم عشان يربطني بشركة التليفونات. فالسي بي اي اللي هي كاستمر بريمس اكويبمنت، اللي هي الاجهزة اللي موجودة عند العميل، عشان لو انت سمعت الكلمة دي. في برضو عندي حاجة اسمها الديماركيشن بوينت او الديماركيشن زون، اللي هي اخر نقطة او نقطة الفاصل بيننا، اللي هي في جزء منها بتاعي وفي جزء منها بتاع الشركة اللي مدياني الخدمة، في جزء منها انا اللي بظبطه عشان يشتغل مع شبكتي، وفي جزء منها شركة التليفونات نفسها هي اللي بتظبطه، او الشركة اللي بتديني الخدمة هي اللي بتظبطه عشان تقدر تديني الخدمة. فدي مصطلحات برضو لازم نكون عارفينها. عرفنا برضو السيريال كيبل، عايزين كمان نعرف بقى ان السيريال كيبل ده عبارة عن طرفين، في طرف بنسميه الدي سي اي وطرف بنسميه الدي تي اي. كابل السيريال يا جماعة بيبقى مكتوب عليه اصلا دي سي اي ودي تي اي، يعني في ناحية بيبقى فعلا مكتوب عليها دي سي اي وناحية فعلا مكتوب عليها دي تي اي. اولا هما اختصارات لايه؟ قالك الدي سي دي سي اي ده اختصار لداتا سيركت تيرمينيتنج اكويبمنت، والدي تي اي معناها داتا تيرمينال اكويبمنت. انا لو رجعت برضو للرسمة التانية دي، كابل السيريال القصير ده هو اللي بين الراوتر والسي اس يو، لما اجي اوصل الدي سي اي في السي اس يو، والدي تي اي ناحية الراوتر بتاعي، لان هما متظبطين على كده. الدي سي اي بيبقى ناحية الطرف اللي بيدي الكلوك، والدي تي اي ده طرف جاهز يستقبل الكلوك. فلو انت عكستهم هيفهم ان الكلوك المفروض تيجي من ار واحد، وده مش مظبوط. الكلوك زي ما قلنا هي الاشاره اللي بتحدد الارسال والاستقبال، هي اللي بتحدد هرسل امتى واستقبل امتى، وحتى في الارسال برسل كل فتره قد ايه. فلازم اللي هيحدد لي الكلام ده كله هو الشركه اللي مدياني الخدمه عن طريق السي اس يو. فعشان كده خط او طرف الدي سي اي بيكون عند السي اس يو، وطرف الدي تي اي بيكون عند الايه، الراوتر بتاعي. فده بالنسبة كده يا جماعة للدي سي اي والدي تي اي والشغل بتاعهم والوان كونكشن. فبكده تبقى انت عرفت ايه هي دور الشركة اللي بتقدم الخدمة، ايه هو دور السي اس يو، ايه هو دور الدي سي اي والدي تي اي. التوصيلة دي يا جماعة جنرال، احنا كده ما اتكلمناش عن تكنولوجي معينة في الوان كونكشنز، انما انت عندك تكنولوجيز كتيرة جدا 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 تقدر ان انت تستخدمها. زي ايه الوان تكنولوجيز اللي انت ممكن تستخدمها؟ في عندك يا جماعة الليزد لاينز. الليزد لاين ده نقدر نقول لو ترجمناه ترجمة حرفية يعني خط مستأجر. يعني انا لما بقول انا عايز سرعة مثلا 2 ميجا، سرعة 16 ميجا، سرعة 100 ميجا من الفرع بتاع القاهرة مثلا لفرع طنطا، يبقى كده ال 16 ميجا دول محدش بيستخدمهم غيري، الدايرة اللي بيني وبينه محدش بيستخدمها غيرنا، وبالتالي بيبقى ده الاكتر تكلفة بس الافضل كفاءة، لان في الحالة دي انا هدفع فلوس الكونكشن كاملة لان محدش غيري بيستخدمها. انما في نفس الوقت بسبب ده بتلاقي ان السرعة مع انها يعني popular موجودة كتير، يعني ممكن تقول مثلا ايه 16 ميجا، ما كل الناس عندها دي اس ال 16 ميجا مثلا، بس 16 ميجا دي اس ال غير خالص 16 ميجا ليزد. 16 ميجا دي اس ال دول شيرد، انا مش بستخدمهم لوحدي، انما 16 ميجا ليزد دول انا بستخدمهم لوحدي. ده ايه بجنرال تيرمز يعني مش بالتفصيل عشان محدش برضو يتلخبط، تمام. في عندي برضو حاجة زي الفريم ريلاي، ده بقى ايه يعني ماسك العصاية من النص، هو مش شارد قوي بس مش ليزد قوي برضو. الفريم ريلاي بناخده اكتر في كورسات السي سي ان بي، ما بتاخدوش بشكل كبير قوي في السي سي ان اي، بس ممكن نبقى نقول بس الجنرال تيرمز بتاعته كده عشان تبقى ايه فاهمها. في عندي برضو حاجة زي الـ ATM، ده شبيه شوية بالفريم ريلاي، مبني على مبدأ اسمه السيلز او الخلايا، وده بيستخدم اكتر في نقل الفويس والفيديو اكتر من الداتا العادية. في عندك حاجات كتير جدا جدا في الوان كونكشنز، يعني الـ DSL نفسه بتاع الانترنت ما هو نوع من انواع الوان كونكشنز يعني، تمام. اللي هندرسه ان شاء الله في كورس السي سي ان اي بالتفصيل هو الليزد لاينز، وده اللي هديه لكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي، وهنفهم البروتوكولز بتاعته والشغل بتاعه بيكون ازاي. لو انتوا عندكم اي استفسار او اي سؤال ياريت تسيبهولي في كومنت تحت الفيديو، وياريت تعملوا اشتراك في القناة،
وياريت تعملوا لايك للبيج بتاعتي على الفيسبوك. شكرا ليكم، وجود لك كان معاكم مهندسة شاهيناز.